حقيقة شخصية القاسم عليه السلام شخصية فريدة من نوعها في معركة كربلاء، وأظهر الكثير من محتواه الداخلي الزكي بصور متعددة خلال فترة وجوده القصيرة في داخل عرصات كربلاء، ما ينبئ عن طبيعة التربية التي حظي بها، وينبئ عن طبيعة القابليات التي اكتنفت عليه شخصيته، وأظهرت أنه كان مستعدا لتحمل المسؤولية رغم حداثة سنه، ورغم كونه الآفاق مفتوحة أمامه لدنيا كبيرة. هو حينما جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام يستأذنه بالقتال، الإمام صلوات الله وسلامه عليه عفاه من ذلك ولم يقبل بأن يتقدم إلى القتال، رغم أنه قد قدم للتو علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. حداثة سنه كانت تعطيه مجالا في أن لا يذهب إلى المعركة، يعفى من القتل. عدم قبول الإمام الحسين بأن يشترك في المعركة أعفاه من المسؤولية، ولكنه أصر على أن يمضي بالاتجاه الذي يحقق له مناه ويحقق له عزته. ورغم إصرار الإمام الحسين عليه السلام على عدم مشاركته، وأعتقد أنه ما كان ليقبل بمشاركته لولا أنه رأى وصية الإمام الحسن عليه السلام إلى القاسم ابن الحسن. هذه الوصية تنبئ على أنه تم إعداد القاسم ليوم كربلاء بشكل مبكر جدا، كما رأينا كيف أن أمير المؤمنين انتخب أم البنين كي تولد له أولادا ينصرون الحسين عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام بوصيته التي كتبها للقاسم بأنه يجب عليه أن ينصر الإمام الحسين لو أنه قد رآه في أزمة كأزمة كربلاء، هذا ينبع عن أن الإمام الحسن أعده بشكل جدي إلى هذه المعركة. كيف أعده؟ بأي طريقة أعده؟ ماذا قال له؟ التاريخ لا يحدثنا عن هذه الأمور، ولكن واقعه الذي رأيناه في المعركة ينبع عن أن الإعداد كان عاليا جدا، قيمه ونبله وفروسيته الفذة رغم حداثة سنه ما كانت لتنضح إلا من إناء عالي المضامين، وإلا من محتوى كبير جدا، بحيث يصل الإنسان إلى هذا المستوى من زكاوة النفس ومن عمله بالقيم الكبرى.